اللي راحت شرحنا النورمال اكسلريشن associated with various types of maneuver. قلنا بأنه عندنا تعجيل عمودي حيصير مرتبط بأنواع مختلفة من المناورات، زين؟ وبأنه إحنا وجدنا بأحمال الطائرة استناداً إلى حمل مناورة للود فاكتر معين N معلوم. فقلنا من الضروري بأن نربط معامل الحمل هذه أنواع من المناورات اللي هي الجيفن تعطى، وقلنا تنشأ عندي حالتين، الحالة الأولى حتصير عندي البول زين، والحالة الثانية هي حتجينا تتضمن الستدي بول أوت بالفعل اللي هي نسميه السحب المستقر، زين. والثانية هي هو البانكينج اللي هو اللي يصير عندي حالة التيرن بانكينج اللي هي حالة كوركتلي بانك تيرن اللي هي كوركتلي بانك تيرن. فعلى ما أتذكر هن ذني الحالتين اللي أخذناهن، وأخذنا كل مناورة شنو ترتيبها. قلنا البول اوت هي عملية البتشنج، الطيارة بالدايف بوزيشن تاخذ اما للاعلى او للاسفل، وقلنا عندي تتولد هذه اللي سنترمبتال اكستريشن عمودي دائما يكون، واتجاهها وهي اللفت يكون تعجيل مركزي نحو المركز ار. وبالمعادلات مالت القوة والموازنة طلعنا بالاخير قيمة الان فاكتر شي يساوي لي، وشفنا شنو المعاملات اللي تؤثر على على الأداء وتؤثر على زيادة الـ N factor element للـ people يكون. احنا بالسابق قلنا بانه اخذنا هسه واخذنا بالمحاضره السابقه بالنهايه مالتها اللي كنت اتحدث عن الحاله اللي هي يصير عندي بيها حاله الكوركتلي بانك تيرن، قلنا ترجمتها بالعربيه بانه تكون عمليه الرصف، زين. البانكينج هي معناها عملية الرصف، يعني الدوران للرصف، حالة الرصف. قلنا بهاي الحالة انه الحالة هاي الثانية من بالمناورة، قلنا الطيارة تطير في دوران افقي، زين، horizontal turn، زين، بدون تكون هنالك اي زلات او تأثيرات جانبية، عندها سرعة ثابتة، عندكم مستقرة. فقلنا إذا كان نصف قطر الدوران ما قيمته R كابيتال، وزاوية الرصف هنا فاي، هناك زاوية البيتشنج أنجل كانت عندي بالستيبل أوت ثيتا، زين، هاي لازم نميز بيناتهم، زين. فقلنا حتتولد عندي مركبة أفقية، هي طبعا كلها هنا بالحاتين هو توشيل القوى اللي دا تتولد. فالمركبة الأفقية اللي حتتولد عندي، زين، المتجه الرفع حتكون عندي هنا قوة يعني توليد تعجيل مركزي للطائرة باتجاه مركز الدوران اللي هي قيمتها L sin phi، زين. وعندنا أخذنا الاشتقاق مالته L sin phi من جاني L sin فاي حيصير بالمحور الافقي، الافقي، اوكي. هو ده يقول لك هذا بالسنتر سنتربيتال اكستريشن، اتجاه هذا عندك شنو؟ عندك القوه المركزيه، الطرد المركزي بي سكوير على ار مضروبه في الكتله اللي هي دبليو جي، وعندك القوه اللفت المركبه مالته بالاتجاه الطرد المركزي شنو تكون قيمتها؟ ال ساين فاي، والدبليو ماله مركبه، زين.
فبالأخير حتطلع لك تان فاي تساوي لهذا المقدار، وإذا بقسمة واحد على الكوسنت تصير واحد على السي، لأن تساوي للسيكن فاي، وبالأخير تطلع لي تان فاي تساوي لفي سكوير على الجي آر. زين، فهنا من هاي المعادلة الأخيرة بأن زيادة في زاوية الرصف تؤدي زيادة بعامل الحمل. زين، و بالثيوري مال الثيوريز هنا نوضح بتجديد قيمه ان. زين، يعني نحددها العفو، اقل وقت يؤخذ للانعطاف خلال زاويه معطاه، وعند قيمه معطاه لرفع المحرك تحدث عندها زي معامل رفع سي ال عند اقصى قيمه له بالطائره عند على عند نقطه التوقف الاستغلال، هذا اللي هو الكيرف اللي قلناه بين سي ال والفا، يعني قبل ما توصل الطائره لحاله التوقف الستول، فلازم اني هنا محدد قيمه المن الان ماكس، وتكون عندي الزاويه ايش قد على مود تعطيني رفع الكافي على مود ما تسقط الطائره. فقلنا بالبانكينج عاده بالحوادث الدوليه بانه تكون محدده بالطيارات المدنيه اللي تطير بانه توصل الماكسيموم مالتها 35 درجه، ورا هذا الحد تكون خطره جدا. فاغلب الحوادث اللي تحدث بانه عندك من قيمه البانكينج انجل تصعد عن قيمتها الماكسيموم اللي هي قيمه الفاي. هسه هنا هذا فد سمري سريع للمحاضره اللي راحت بالاسبوع السابق. فنجي هنا، فان عندنا هسه المانوفرنج لود، افتهمنا بانه عندي حالات الحالات الطيران اللي عندي بانه عندي بها حالتين. زين، اللي هي حاله الستدي بول اوت والكوركتلي بانك تيرن. ف بعد ما خلصنا هذا هسه اليوم حنجي ناخذ تاثيرات الجيست لود لودز. الجيست لود مثل ما تعرفون طلاب هنا لازم نعرف تسميته شنو هي. زين طلاب تسمعوني؟ تسمعوني مو؟ نسمع طلاب. اي جيد استاذ نسمع. جيد، هنا بالجيست لود مثل ما تعرفون هذا موضوع اكثر شيء يخص البيرفورمانس بالطائره، بس له تاثيرات وين؟ يعني على الستركتشر، له تاثيرات على الستركتشر لازم يدخل بنظر الاعتبار من يسوي اي ديزاين الستركتشر. فهنا بالجيست لود اللي نريد نقوله لازم نعرف شنو الجيست لودز، هي احمال العواصف. يعني انا عندي ويندز هي رياح الويند، الجيست لودز هي احمال العواصف، يعني الطائره من تكون تطير على ارتفاع معين تتعرض الى عواصف معينه. ففي القسم بالفصل اللي اخذنا بالجزء اللي خاص بال 14.2 اللي هنا ذاكر لك بالكتاب، نظرنا بانه احمال الطائره زين الناتجه عن المناوره زين المصطوف وين كانت موصوفه بالمستوى الطولي للتناظر، يعني اخذنا على اللونجيتيودينال بلين اوف سيمتري. زين هاي المانوفر اللي كانت عندي اللي دا تحدث. زين فهناك تحدث انواع اخرى من الاحمال، يعني هناك حتضاف احمال اخرى من الاحمال وين على متن الطائره. ليش؟ بسبب الاضطرابات الجويه حتنضاف، اكو احمال اضافيه حتنضاف على جسم الطائره نتيجه وجود هاي الاضطرابات اللي هي وين تكون بالعواصف. زين فهنا اذا تشوفون عندي ثلاث اشكال للعواصف للجيست لود، تكون اما شكل A B او C. زين فنجي هنا تيجي اما تكون شارب ايجد او جريدد. زين او تكون علاقتها على شكل ساين كوساين. زين فهنا نعطيك الجزء الاول، الشكل الاول يمثل هنا شكل العاصفه، يمثل سرعه العاصفه يمثلها بالرمز يو. زين الشكل اي هنا شنو عندي؟ شارب ايجد جيست اللي هي سرعه العواصف ذات تكون الحافه الحاده.
هنا يو تمثل سرعة العاصفة. واكو نوع ثاني، اكو جريدينت جريد يعني جريدد جيست اللي تكون مدرجة، اوكي، واكو قيمة لهذا المقدار اتش طبعا هسه بالشرح حنعرف ايش قد قيمته. زين، وبعدين العاصفة تبدي تاخذ تتحول من الجريدينت الى الشارب ايدج. والنوع الثالث من العواصف تكون على شكل فانكشن، وتكون على شكل علامة الساين أو الكوساين، هنا على شكل علامة إشارة على شكل الكوساين. فهنا قلنا تحدث أنواع أخرى من الأحمال علامة الضرب بسبب الاضطرابات الجوية، حتضاف أحمال أخرى بالإضافة إلى الأحمال الرئيسية. فهنا حركة الهواء اللي عندنا زين أثناء الاضطراب يعني اللي هو عموما باسم العواصف نسميه، تحدث تغييرات في سقوط الجناح، يعني زاوية الجناح مات الانسيدنس مات الجناح. زين، فأكيد هاي الزاوية مات الجناح حتتأثر بالفعل وجود العواصف، قد تزيد قد تقل. زين، فبذلك من تتغير الزاوية مات الجناح وين حيكون تأثيرها؟ تعرض تكون الطائرة معرضة إلى أحمال زيادة أو نقصان مفاجئة. زين، أو تدريجية. وين قيمة الرفع؟ قيمة الرفع مالت الطيارة، أنت حتى لو طيارة يدوية مثلا بيدك تطير، تشوف منك هواء عالي اكو فد شيء زيادة أو نقصان ما تدري شنو اللي يصير، فد اضطراب قد يكون يساهم برفع زيادة برفع أو نقصان في الرفع. زين، فعن نتيجة هذا الزيادة برفع أو حصير عندي عملية acceleration تسارع. زين، وهذا التسارع شنو يكون دوره؟ قد يكون تأثيره حرج للطائرة. زين، للطائرات الكبيرة اللي بيها سرعة عالية. زين، وهذا قد يسبب بيها حمولات أعلى من مناورات السيطرة الأساسية الابتدائية اللي بخليها لها بالتصميم. يعني شلون؟ قلنا إحنا الآن عادة معامل الأمان بالطيارات العسكرية أو الصغيرة يكون أعلى. زين، علما بانه سرعه الرياح تاثير الرياح يكون اشد على الطيارات الصغيره. زين طلاب، بس لكن شنو انا عندي الان ملتها معامل اللود فاكتر عالي، فما عندي فد مشكله، المخاطر اقدر اسيطر عليها. بس بالطيارات المدنيه هو معامل بالطائرات المدنيه الكبيره، الطيارات الكبيره تكون تأثير سرعه الرياح اقل، سرعه العواصف العفو العواصف اقل، لكن تاثيرها اخطر. ليش؟ لان الانملتها مثل ما تعرفون محدود قيمه اللود فاكتور لها. فهنا في الوقت الحاضر يعني يقول بانه حنستخدم at the present time في الوقت الحاضر حنستخدم two approaches يعني نهجين او طريقتين بتحليل العاصفه. فالاولى بكم يعني حيتم استخدامها لعدد كبير، يعني تم استخدام هاي الطريقه الاولى بعدد كثير من السنوات، يعني بقت هاي الطريقه، وذلك بتحديد استجابه الطائره والاحمال العاصفه. يعني عندك كل عاصفه اكو للطائره مقابلها استجابه، السرعه مالت العاصفه يو، السرعه مالت الطائره في، فاكو علاقه بين يو وفي وسرعه الاستجابه. فهذه سرعه الاستجابه استندوا لها بطريقه التحليل الاولى واستخدمت قبل سنين كثيره. زين، فهنا العاصفه شلون ياخذها؟ ياخذها بشكل فردي او منفصل. هنا اما تكون سنجل او ديسكريت، تكون عندي شكل العاصفه والمن المن الى شكل انسياب يعني اير فويل معين. زين، ويعني بروفايل معين، وهذا شكل الانسيابي شبيه هذا البروفايل يعرف بتوزيع سرعه العاصفه العموديه. هنا حتكون عندي سرعه العاصفه العموديه اللي هي هاي يو، شلون حيكون توزيعها؟ سرعه العاصفه العموديه على طول محدد او خلال فتره زمنيه محدده. زين طلاب، زين هسه هنا الاير ويرثنس، الاير ويرثنس ريكويرمنت، هنا يقول ايرلي اير ويرثنس ريكويرمنت
يعني متطلبات صلاحية الطيران حددت بشكل مبكر زين بأن يكون تطبيقها فوري لسرعة العاصفة، يعني يكون instantaneous زين instantaneous application of gust velocity، يعني لازم يكون هذه الاستجابة فورية زين. ف بالنتيجة تؤدي إلى شنو حتكون عندي؟ تؤدي إلى عاصفة حادة كما موضحة في الشكل 11A. هنا هذا الشكل 11A تكون عندي هاي هنا شكل العاصفة شكلها sharp edged، يعني يكون ذات يعني عاصفة ذات حواف حادة. زين هنا الكالكوليشنز اللي عندي لهذا النوع من الحسابات، يكون لازم عندي حسابات التعجيل العمودي اللي حيتولد عندي واستجابة الطائرة على افتراض ان الطائرة غير متأثرة خلال مرور الطائرة من الهواء من الستول الى الدايناميك زين للعاصفة، يعني يهمل هاي الفترة الانتقال واثناء الوقت المستغرق لتراكم الاحمال اللي حتتولد عليها. فتتولد عندي قوى ايروديناميك فورسز وين بالطائره؟ حيكون ايجادها شلون نوجدها؟ بواسطه الانستنتيانس انسيدنس اللي يصير عندي لسطح رفع معين بارتيكولار زين كنترول سيرفيس زين. وبالنهايه أنا عندي بأنه هيكل الطائرة الكبيرة هو ريجيد، ستركتشر مالها ريجيد، يعني هنا هذا فصلاحية الطيران حددت بأنه يكون التطبيق مالتي يكون عندي تطبيق فوري لسرعة العواصف، يعني تناقض تأثير سرعة العواصف بشكل فوري زين. ويكون شكلها عادة شكل عاصفة مبين بالشكل اي اللي الحافة الحادة. الكالكوليشن لها اوف نورمال اكسلريشن التعجيل العمودي اللي حيتولد عندي اند ايركرافت والاستجابة الطائرة وير بيست اوف ذا اسامبشن ذات ذا ايركرافت فلايت بانه طيران الطائرة ان از اندستربد وايل ذا ايركرافت فلايت بانه غير مضطرب خلال المرحلة اللي يمر بها من الستول اير الى الموفينج اير المن للغست للعاصفه and during the time taken of the gust load or built up يكون خلال هذه الفتره تدخل خلال هاي الفتره حتتولد عندي ال built up شنو يتولد عندي قلنا الجيست لود يكون هنا احمال العاصفه حتبدي تنشا وتتركب عندي زين خلال هاي الفتره الزمنيه، يعني لحد ما تتكون شكل البروفايل مالت العاصفه ابدي اني بهاي الحاله راح اقدر ادرس خصائصها زين. فعندي ايروديناميك فورسز قلنا حتدخل عندي اضافيه حتضاف نتيجه هاي العواصف. فالافتراض الثاني هنا اللي عندي كذلك بأنه يرتبط بالقوى الإيروديناميكية لسطح رفع زين لين بأن حدوثها فوري. فهنا ممكن بأنه نهمل حقيقة بأنه في اضطراب مثل العاصفة هنالك نمو تدريجي للتدوير circulation، يعني ماكو هناك circulation بالحالة اللي عندي. ففي الوصول الى حالة رفع يعني قيمة الاستقرار حالة الاستقرار نسمي بانه انت يعني بس اكو في التوضيح عادة من عندك مثلا جناح من تريد الجناح من تكون عندي معدل سرعة الهواء اللي دي تضرب الجناح مستقرة زين الجناح دي يطير بسرعة مستقرة حتكون الجناح مالتك جدا مستقر، يعني اللي يصعد بالطياره ويشوف الجناح
حالة الطائرة جدا مستقرة، بس من تمر الطائرة خلال مطبات نتيجة وجود عواصف، هاي الاضطرابات اللي تولدها حتولد لك شيء ملحوظ مثل حالة الجيرك، يعني حالة الرجفة تصير وين بالهيكل مالت الطائرة. هذا شنو سبب وجود العواصف وتأثير هاي السرعة يو عليها. يبقى شنو شكل البروفايل ماي هاي السرعة مالت العاصفة؟ هل تكون شارب ايج، تكون جريدد، تكون على شكل كوساين؟ زين، هذا اللي راح ناخذه احنا بهاي الحالة. فهذا التأثير بين ما توصل الطائرة من تمر بحالة عاصفة إلى حالة الاستقرار، فقيمة الاستقرار نسميه إلى حالة الرفع المستقر اللي هي الوينجر افكت. زين، فهذا بشكل عام يؤدي مرات إلى المبالغة في تقدير، يعني مرات حالة التقدير الحالة التصاعدية بالاكسلريشن اللي تتولد عندي قد تكون بحالة مبالغة للطائرة وللأحمال. عموما هنا عندنا بهاي الحالات the sharp edge gust was replaced when it was released، بأنه احنا العاصفة الحادة اللي سميناها حتعوض، زين، عندما تدرك بأنه سرعة العاصفة قد بنيت على حدها الأقصى خلال فترة زمنية، يعني أقصى سرعة، أقصى حد لهاي السرعة مالت العاصفة، زين، فتبنى على أساسها الفترة. لذلك بالبروفايل نشوف شكلها يو هي الماكسيمم فاليو المن للسرعة. فنتيجة ذلك فصلاحية الطيران بدأت تعدل، زين، على افتراض بأن سرعة الطائرة تزداد خطيا إلى أقصى قيمة لها. يعني يقول يابا بأنه صلاحية الطيران الـ Airworthiness إيش حددوا بالموديفيكيشن اللي صار عندهم؟ صار عندهم أسامبشن، قال يابا بأنه أني السرعة ما تريح بالبداية ما توصل إلى الماكسيموم فاليو مالتها، تتناسب تصير بها الفيلوسيتي مال سرعة الجاست اللي هي الرياح از انكريز بشكل خطي الى الماكسيمم. يقول يابا هذا الشكل بي، يقول السرعة بالبداية تزداد بشكل خطي الى ان توصل للماكسيمم اللي هو هذا الحالة الثانية اللي هو الجريدن، صح، الجريدن جاست. زين طلاب، اكو عندي شنو خلال هاي المسافة اتش، هذا المسافة اتش هو ديستانس، فمن النتائج المختبرية أو نتائج الفحوصات اللي عندهم بأنه يعني فحوصات في مثلا تشمل الاستندارات البريطانية in the UK، الـ H قيمته تأخذ إيش قد 30.5 متر، 30.5 متر، يعني ورا 30.5 متر يلا تبدي سرعة الرياح توصل إلى حالة الشيب الشارب ايد. زين، بالبداية تبدي جريدد لينير تتصرف إلى أن توصل ماكسيموم بعدين تصير عدلة. زين طلاب، فلذلك تكون عندي هنا بهاي الحالة الشيب فيجر بي اللي هو يوضح لي العاصفة المتدرجة الجريدد اللي هي هذه. احنا طبعا هذا مثل ما نعرف بانه الى جزء بالهياكل والى جزء بالبرفورمانس. فعندنا خلال فتره معينه ممكن هنا من غير الممكن يعني السماح وين العفو، هنا خلال فترة زمنية هنا لم يعد مسموحا بتجاهل التغير بمسار الطيران، يعني مجار الطيران لا تغير، زين، عندما يدخل بالعاصفة. فخلال أوقات زمنية بوجود العاصفة من توصل إلى الماكسيمم فيلوسيتي بها، فبحلول هذا الوقت عندما تبلغ العاصفة ذروتها الماكسيمم فاليو مالتها، الطائرة ايش حتتكون عندها؟ تتكون عندها مركبة عمودية
Then has developed a vertical component of velocity, and in addition, maybe pitching depending on its longitudinal stability characteristics. يقول بأنه هنا الطائرة كونت مركبة عمودية للسرعة بالإضافة إلى ذلك كون عدة حالة الانقلاب فيعتمد عليه من على أساس خصائص الاستقرارية الطولية المن للطائرة. فهنا حيكون عندي التأثير الأول الفورمر اللي هو تقليل شدة العاصفة. زين؟ والثاني ربما يزداد أو يقل زين لأحمال معينة. يعني احنا هذه تكوينها شدة العاصفة قد تزيد وتقل حسب الحالة اللي عندي أني بالطائرة وضعها. فلحساب أحمال العاصفة المقابلة للcorresponding gust calculations فالمصمم ربما يحسب الحركة الكلية للطائرة خلال الاضطراب، يعني خلال فترة الاضطراب يحسب الحركة الكلية وهنا يحصل على أحمال العاصفة. ويتم شنو طبعا استبدال العاصفة المدرجة بعاصفة شبيهة حادة مكافئة. زين منتجة نفس التأثير، يعني احنا اني هذه هنا الحقيقة اللي حتتولد عندي عاصفة مدرجة هي شكل بي، بس انا شو اسوي؟ اعوضها احولها الى عاصفة شبيهة شارب ايجد بانه اللي تكون اكثر مستقره واسهل حسابها. زين طلاب؟ زين. ولا نفس التاثير طبعا نفس القيمه. فعموما هنا عندنا من يدخل على الاستجابه طبعا الكامله للطائره اكو شيء اسمه سومال انتجريشن. بأن هنا الاستجابة اللي يحسبها للطائرة يأخذ اتجاه العاصفة بشكل تدريجي زين أو بشكل حاد أو على شكل ستيب على شكل خطوة، فيتعامل بأنه منها على شكل عدد من الخطوات من يتعامل عدد وياها ويعاملها بعدين يسوي الانتجريشن. يعني العاصفة من يتعامل وياها يأخذها على شكل خطوات وهاي الخطوات يجمعها زين يسوي لها انتجريشن اللي هو يحسب لي شدة العاصفة على مدى أحمال العاصفة على مدى فترة زمنية معينة اللي هو اسمه دامل انتجريشن. زين طلاب؟ فيعتبر هذا شنو؟ This treatment is desirable عفو for large or an Orthodox aircraft يعني الطيارات المتوسطة والصغيرة حنحتاج نسوي هذا الحساب. زين يكون هنا اللي تكون بيها شنو flexibility وين بالهيكل ملتها. زين هنا عندنا يقول اكو اشكال اخرى لشكل العواصف كان تكون نوع الكوساين اللي هي هاي يو اوف تي يساوي لليو على 2 في 1 ماينس كوساين الزاويه وكذا. زين هنا بهيج حاله السرعه مالت العاصفه تعطى على شكل داله للاستجابه على شكل داله. طبعا هي الاسهل بانه من تجي على شكل داله ممكن تكاملها وايجاد قيمتها. قلنا تجزع على شكل ستيب وبعدين نحسبها. هسه عندي الشيب ايجد جست. طلاب واضح فيما يخص الجزء الاول اللي شرحناه؟ واضح يعني فكرته بدت يعني الجست لود لودز قلنا شلون يجي عندي واشكال العواصف شلون يكون شكلها. زين وانواع الطائرات يا هي تكون اكثر تاثير والاستجابه. زين ف الجزء الاول كمل، احد عنده سؤال عليه؟
احد عنده سؤال؟ جيد، هسه نجي الجزء الثاني. حنبدي الشارب ايج جيست اللي هي مو قلنا صنفناها اما تكون جريدد او شارب ايج جيست. حنشوف شنو هذا الشارب ايج جيست اللي هي وضحناها بالرسم اللي هو هذا الشكل اي. زين، هنا بهذا النوع تم هنا تم سوينا سمبليفاينج، سوينا المن اسامبشنز اللي عندي، الافتراضات مالتنا بسطناها. زين، في احمال العاصفه الناتجه من العاصفه الحاده. زين، فاعتبرنا العاصفه الحاده اللي عندي والاحمال الناتجه عليها، ايش حيتكون عندي زياده في سقوط الانسيدنس؟ حيصير عندي زياده وين؟ بالميل مالت الجناح، سببها شنو؟ هذه الرياح الحاده اللي هي واقعيا خلينا نشوفها هنا بالرسم. عندي عندي قيمه الفي وعندي قيمه اليو. اليو هي سرعه العاصفه والفي هي السرعه الفلاينج سبيد. اوكي، فمن يتداخل حتكون تتولد عندي اذا تشوفون هنا زياده، زياده وين؟ تسببها برفع مالت الجناح. هاي قيمه يو اذا تشوفوها بالرسم بالجزء اليمنى. الزياده هذه برفع الجناح خلينا نشوفها ايش قد. زين، فحيكون عندي زياده في الميل الجناح بسبب الرياح الحاده. زين، ف حتى تصير عندي حتحلق الطياره بسرعه في مع وجود شنو؟ جناح بزاويه الفا. هاي طياره من دقيق. هسه ايش حيصير عندي؟ حيصير عندي دخول عاصفه، اوكي، سرعتها يو، فيزداد الانسيدنس مات الميل. زين، من ازداد ايش قد مقدار الزياده؟ هو تان انفيرس يو على الفي. اوكي طلاب، قيمه السلوب اللي عندي، وبما انه في بعض الاحيان قيمه يو نسبيا تكون صغيره عند مقارنتها بقيمه الفي، يعني قيمة سرعة العاصفة تكون صغيرة بالنسبة إلى سرعة الفلاينج سبيد اللي عندي مال ايركرافت. زين، فبذلك سنحصل على زيادة بسرعة الطيارة. حصير عندي زيادة بسرعة الطيارة، ايش قد قيمتها؟ من في، سرعة الطيارة كانت في، نتيجة وجود الرياح صار عندي زيادة بها في سكوير زائدا يو سكوير اس نص، المركبه اللي تولدت عندي. واضحه؟ هي هاي هنا يعني مقدارها اليو على الفي، هاي الزياده اللي تولدت عندي، قيمه الزياده دخل تاثير اليو عليها، فالفي مالتي مالت الطياره زادت من في الى في سكوير زائد نيو سكوير، يعني الكومبوننت الجديده اللي صارت عندي. زين؟ فعاده قلنا قيمه اليو هي صغيره بالنسبه لقيمه في. وقلنا بانه هاي زياده تكون مهمله عندما تكون قيمه اليو صغيره. وهنا طبعا ايش حيقابلها؟ هنا من حزيد الفي، حزيد عدي يقابلها زياده بسرعه باللفت مالت الجناح، حزيد عدي رفع مالت الجناح. اوكي طلاب، هنا رفع راح يبدي يزيد عندي. ايش قد الزياده بهذا الرفع؟ ايش قد مقداره؟ هو الليفت الدلتا ال اللي حيصير عندي نصف رو في سكوير في الاس دي سي ال على دي الفا لليو على الفي. مقدار قلنا الزياده كانت اليو على الفي. زين، فصار عندي هاي الزياده مقدارها دي سي ال زاد معامل رفع، لان الزاويه مالتي مالت الانجل اوف الاتاك تغيرت قيمتها، تغير وياها شنو؟ الرفع. ايش قد مقدارة هاي الزيادة؟ هو بقد اليو على الفي. فإذا هذه المعادلة اللي عندي الفوق تمثل لي زيادة برفع اللي صار عندي ايش قد. هنا نتيجة وجود هاي الزيادة برفع اللي عندي، زين، حيكون عندي مقابلها
حيكون عندي مقابلها زيادة برفع الجناح، حيكون عندي الجاست لود فاكتور الدلتا ان اللي هو سبب وجود العاصفة. الجاست لود فاكتور معامل الحمل للعاصفة الجديد اللي راح يساوي اللي هو نفس الدلتا ال قسمه على قيمه ال دبليو. زين، فبالاخير حيكون عندي تتولد عندي هذه العلاقه. هنا ننتبه، المفروض الجاست لود فاكتور، هنا المفروض عندي بالجاست لود فاكتور اكو تاثير مال من مات التيل، يعني مات الذيل مات الطائره، قد يدخل او قد يهمل. اذا دخل حتكون الى حساباته، واذا اهمل حيكون حسابات ابسط بكثير. فهنا يقول باهمال قيمه التيل الليفت مالتي الرفع اللي يجي عنا، مو احنا قلنا رفع يجي عن طريق الجناح او عن طريق الاليفيتر اللي بالنهايه باللي تعتبر الكنترول سيرفيس اللي اكو عندي اللي هي المنظومه بالذيل مالت الطائره، اي هي الاليفيتر اللي مسؤوله على رفع وين بالذيل بالتيل اللي عندي. فاذا هملناه فالمعادلات اللي عندي اللي امامكم اللي هي معادلات من 25 الى 28، هاي المعادلات حنلاحظ بانه عامل حمل العواصف اللي عندي يتناسب طرديا مع سرعة الطائرة وعكسيا مع تحميل الجناح. فإذا بالأخير قيمة الان حتكون تتناسب طرديا مع سرعة الطائرة اللي هي في، وتتناسب عكسيا مع تحميل الجناح، يعني الوينج لودينج اللي عندي. أي بمعنى هنا خلي ببالي الدلتا الان، هنا الدلتا ان اللي دا احسبها المن دا نحسبها الى قيمه الجيست لود فاكتور. ف انتبه مثل ما قلنا بانه يتناسب طردي ويا سرعه الطائره وعكسي مع تحميل الجناح. We observed from equation من 25 إلى 28 that the guest load factor is directly proportional to aircraft speed but inversely proportional to wing loading. زين. هنا عندنا من المرجح بأنه تتأثر الطائرات ذات الأحمال المنخفضة أو المعتدلة بالأجنحة بأحمال العاصفة. فالتغيير في ميل الجناح يختلف عن التغيير في ميل الذيل بسبب اكو عندنا الداون ووش الاجتراف السفلي اللي يحدث وين بالمنظومة الذيل. فعندي اني هنا لي قدام بانه انت تعرف بانه من يكون محمل او غير محمل الى دور وتاثير على استقرارية وعلى تأثيره بسرعة العواصف. فهنا يدخل لك الدلتا بي، يدخل تأثير التيل. من دخل تأثير التيل هنا حتكون عندي بهيج حالة for positive increment of wing lift and tail load، حصير عندي زيادة وين بالرفع مات الجناح and tail load بالتيل بلين لود دلتا بي. فهاي زيادة الاشتقاق هنا كنا هاملين التيل بس دخله بالاشتقاق، فبالأخير وصلت هاي العلاقة اللي عندنا. هذا طبعا مثل ما تعرفون هذا الجزء يعني هو اختصاص أكثر بالستيبوليتي وبالبرفورمانس، يعني المفروض التوضيحات تكون أكثر دقة تأخذوها وأكثر تفاصيل وين مادة البرفورمانس والستيبوليتي. أنا هنا يعني وصلت لكم اللي أقدر أوصله لكم، يعني البرنسبلز ما عرفنا الجيست لود الأحمال العواصف شكل العواصف شنو البروفايل اللي تأخذها. زين،
فاخذنا الشارب ايجد، وهسه حنروح نتوجه الى الجريدد جست يعني العواصف المتدرجه. هسه هذا الجزء الاول، الجزء الثاني خلصناه ان شاء الله بالمحاضره. احد عنده سؤال؟ يعني يفضل هي تدون يعني تيمكم تدونوا هالمعلومات. فبالاخير بانه افتهمنا من الشارب ايج جس بانه الحمل السرعه مالتي مال الفلايت صار بها زياده، هاي سبب الزياده برفع، وهاي زياده برفع ولدت زياده بالان جس لود فاكتور، وهاي الان دخلت علاقه ايش قد قيمه الزياده مالتها اليو على الفي. فهو هذا اللي اريد اقوله، الدلتا ال صار بزياده مقدارها يو على الفي، وهاي نتيجة وجود العواصف. وخذناها أول شيء بدون تأثير التيل، البي القوة اللي تتولد برفع الذيل مالت الطائرة همناه، وبعدين دخلنا من دخل تأثير التيل صارت عندي شكل المعادلة بالشكل الآتي. هسه راح ننتقل إلى الحالة الثانية اللي الجريدد جست اللي هي شكلها عادة هذا شكلها الجريدد المتدرجه. زين جريدد جاست اللي هو شكل بي، الشكل بي هذا شكل بي هنا شوف شو يقول. اول شيء يسوي يقول the graded guest of figure 14-11 بي may be converted to an equivalent shaped edge, sharp edged guest by multiplying the maximum velocity in the guest يعني اليو ماكس يضربها بمن فاكتور اللي هو الجست elevations factor اللي هو F. هذا كل اللي يسوي طلاب أني على مود أقدر أتعامل ويا شكل البروفايل مات العاصفة. زين لازم أحولها إلى sharp edged يعني من الشكل المدرج إلى sharp edged الشكل المستقر. شلون أحولها إلى الشكل المستقر؟ بأنه تكون بها قيمة اليو ثابتة، أضرب قيمة الماكسيمم velocity اللي موجودة عندي بالجست اللي شكلها graded أضربها في factor. الفاكتور هذا نسميه gust elevation factor اللي هو F. فبالأخير حتتحول عندي شكلها إلى تحولت من graded إلى sharp edged. زين طلاب هذا الgraded. فهنا حصير شنو بهاي الحاله موديفيكيشن، حصير تعديلات ونصر على المعادلات اللي اشتقيناها مال من مالت الجريدد مالت القبل العفو مال الشارب ايجت اللي هاي القبله. فهاي هنا حصير تعديل عليها حينضرب في قيمه الاف. زين وتتعدل هذه المعادلات. فهنا عندنا معامل التخفيف هذا اللي هو elevation gust elevation factor للعواصف، يعني حيكون الخصائص الحركيه ياثر عليها. زين اللي هي بما في ذلك يعني الرفع، زين اللي قد يكون نحو الاعلى او الاسفل او معدل الانقلاب. فهنا العواصف الافقيه الاحمال الجانبيه لها شو السبب على الذيل الرأسي أو على الزعنفة اللي يكون تأثيرها. أكو عواصف في بعض الأحيان أفقية horizontal gust أوكي coast lateral loads تسبب أحمال جانبية وين موقعها على ال vertical tail أو الفن اللي عندي. فالماجنتيود مالتها may be calculated in identical manner of the identical manner to those above كي تستخدم كما حسبناها بالخطوات الاعلى. فاحنا هنا عامل التخفيف مالت العاصفه في حاله العواصف المدرجه حنسميه F1
فايش هي يسبب لي طبعا هنا هذا الافوان حيسبب لي يسمح بحدوث عزم تدوير يوينج مومنت وين ناتج ناتج عن العواصف وناتج عن عزم القصور الذاتي للتدوير يعني ناتج عن اليوينج انيرشيا اوف ذا ايركرافت زين اوكي هذا فيما يخص الجريدد قلنا حنحولها الى شنو شكل الشارب ايج اللي على مود نقدر نحسبها فنضوف فيه فاكتور هذا فاكتور اسمه جاست اليفيشن فاكتور وهذا دخل على المعادلات ومن دخل على المعادلات قلنا بانه غير لي بقيمه الرفع اللي عندي يكون قد يكون نحو الاعلى او معدل الانقلاب ماتي قد تكون يعني اني اسمحوا لي يعني هو يتغير عندي اللفت نحو الاعلى او الاسفل زين ذا اب اند ذا داون موشن الحركه الاعلى نحو الاعلى والاسفل تتغير عندي بس وذ زيرو ريت اوف بيتش يعني ماتي الانقلاب لازم دائما تكون قيمته ايش قد صفر زين هسه وعما خلصنا الجزء الثاني لجريدد كاست وصلنا اخير شيء بالمحاضره الجزء الاخير طلاب واضحه حاليا الفقرات الثلاثه الاولى اللي شرحت اللي هي عندنا الجست لود واللي عندنا الشارب ايج زين جست وعندنا الجريدد جست واضحة طلاب يعني المعلومة انفهمت حسن هاني انفهمت واضحة دكتور واضحة اه جيد ماشي تمام مصطفى بهاء واضحة واضحة دكتور ان شاء الله مصطفى كمال واضحة مصطفى لا تسمعني زينب تسمعيني واضحة إن شاء الله نعم دكتور نعم جاي. واضحة ها جاي عمر ها ها واضح عمر واضحة عمر جاي تمام آثار واضحة آثار تسمعيني واضحة دكتور واضح ان شاء الله جيد زين رضا رضا تمام يعني فهمت الفكره تاثيرات الجست لود تمام دكتور اشهدك جيد زين انا بودي اسال الجميع بس مرات الاسماء ما تظهر يعني امام كلها فهسه حننتقل مثل ما اخذنا الفلايت انفلوب هسه حناخذ الجست انفلوب مثل ما اخذنا الفلايت انفلوب بالشابتر 13 مو صح الفلايت انفلوب طلعنا السي ال ماكس وطلعنا اللود فاكتور الان القيمه الماكسيمم فاليو مالته زين عرفنا الحدود مالتي قلنا الستول انجل مالتي شقد والنقاط مالتي بالمنحني صارت عندي اربع نقاط الاي والبي والسي والدي قلنا بانه خلال هاي المنطقه الطيران الامن والسرعه لازم ما اتجاوزها مو واذا اقل من هاي السرعه حيصير عندي الستول السقوط واذا ازيدها حيصير ستركتشرال دامج بانه حيصير اهتزازات عاليه بالبوتي مالت الطائره فخذنا هذا الجزء الأخير يعني بالمادة كلها طلاب هذا الجزء الأخير إن شاء الله فقط بها تمارين بالفصل وها هي بعد ما عندنا كل شيء كمل بالهياكل فهذا الجزء الأخير بالجست انفلوب في بعض الأحيان من يجون يدرسون الديزاين للستراكتشر ديزاين يهمل الجست انفلوب يهمل الجست انفلوب ما ياخذ تاثير سرعه العواصف على الطائره بس هو من الضروري ان يدخل وين حساباته يعني قيمه الفي تتاثر بقيمه اليو ف
هنا كذلك عندي شكل هذا الانفلوب المغلق. من يحدده؟ اكو شيء اسمه Airworthiness Requirements، متطلبات صلاحية الطيران. متطلبات صلاحية الطيران usually specify that guest loads. متطلبات صلاحية الطيران عادة تحدد أحمال العواصف. Shall be calculated، يجب أن يحسب. At certain combinations of a guest and the flight speed، شلون يحسب؟ بشكل معين أو محدد تراكب يصير بين الجست سرعة العاصفة وسرعة الطيران flight speed U والV اللي هي سرعة الطيران. واضح طلاب؟ فالequation of gust load factor معادلات load factor مات العاصفة حمل العاصفة زين؟ معادلات معامل حمل العاصفة in the above analysis في التحليل أعلى show that N is proportional بأنه قيمة N هذا المعامل الحمل شبيه اللود فاكتور هذا يتناسب ويا سرعة الطائرة ال V for a given gust velocity للسرعة قيمة U محددة زين للعاصفة. هنا نميز بين الويند سبيد والغاست. الغاست عاصفة، الويند سرعة رياح طبيعية. Therefore we may plot guest envelope، لذلك ممكن أن نرسم هذا الظرف أو هذا الشكل زين المل سرعة العواصف. Similar to the flight envelope، مشابه إلى سرعة الطيران اللي سويناها، رحلة اللي رسمناها بالسابق. فالفيجر هذا اللي عندي أمامكم معرف ب الجست سبيدز U1 U2 U3 positive negative، لأن ممكن تكون موجبة أو يعني بتجي الأعلى أو الأسفل. R high medium و low velocity، فهاي المن لل جاستس يعني عدي سرعة العواصف ممكن أن تكون بترتيبها عالية أو متوسطة أو قليلة حسب التصنيف U1 U2 U3 وقد تكون موجب أو سالب زين. هنا شنو عندي الكات أوف when occur at point يحدث where the lines corresponding to each guest، يقول بأنه هنا نقطة التوقف اللي حيصير عندي بأنه عندما اللاين هذا اللي عندي يقابل سرعة رياح زين meet specific aircraft speed، يعني كل يو تقابلها قيمة V معينة، كل يو تقابل قيمة V معينة. For example، هسه حناخذ مثال عليها. عندي الـ A and F، نقطة A ونقطة F. شنو ذولا A و F؟ Denote speed at which a guest of velocity، يعني يقابل عندما تكون عندي سرعة العاصفة positive أو negative، مين اللي هي للأعلى أو الأسفل قيمة بالأعلى ويا A وبالأسفل ويا نقطة F. يعني معناه إذا تتذكروا بالفلايت انفلوب نفس الحالة قيمة CL max كان يتقاطع ويا قيمة الـ N maximum بحيث يعطيني النقطة الحد الكورنر سبيد اللي أشتغل عليها. فإذا الـ A and F denote speed at which a guest of velocity you want positive on it would stall the wing اللي هي هنا هاي سرعة العاصفة اللي هي ممكن توقف الجناح يعني توقف الطيران اللي هي هذا الستول كيرف من يتقاطع بنقطة A أو F من تكون عندي سرعة العاصفة اليو 1 بهاي النقطة
هي قيمة الماكسيمم إلها زين اللي هي حتسبب لي توقف عن الطيران، يعني بعد ما تقدر تطير ما تقدر يعني الشو مثلا نقول ما تقدر تواجه سرعة الطيران هاي، فلازم الجناح يغير الزاوية مالته الفلابس على مود يط السي الماكس يعني يزيد بي زين او يزيد سرعة الطائرة على مود يتجاوز هاي المرحلة. هاي النقطة الأولى. The lift coefficient incidence curve اللي عدي بأنه منحنى الرفع زين هذا الميل مالته as we noted in connection with the flight envelope affected by the compressibility and therefore altitude so that series of the gust envelope should be drawn for different altitudes. يقول يا بأني بأنه قيمة الانضغاطية زين وقيمة اللفت كوفيشنت هذا الكيرف هذا لازم يحدد بأنه أنا عندي كل ما يختلف الارتفاع مات الطيران حتختلف عندي بعض الخصائص الانضغاطية حتختلف عندي، فلازم شو أسوي أنا بيج حالة لازم الكل مستوي كل ارتفاع عندي لازم عندي جست انفلوب أوكي، لذلك يرسم لمختلف الارتفاعات زين. And additional variable in the equation for gust load factor is the wing loading. بأنه حيضاف عدي متغير زين بالمعادلة المعادلة الجوست الجست لود فاكتر اللي هو الوينج لودينج. الوينج لودينج مهم جدا، يعني مثل ما تدرون بأنه مرات الأجنحة هو إيش وقت تكون يعني اللي مجرب يصعد طائرة مثلا أكثر من مرة اللي صاعد قصدي يعني العفو أحجام كبيرة وصغيرة ويقارن بيناتهم بالطيران بالطائرات الكبيرة باستقرارية أعلى، لأن هذا الوينج لودينج واللود بشكل عام بحجم الطائرة الكبيرة اللي أنا عندي لأن تأثيرات الجست العاصفة عليها تكون جدا قليلة أقل، بينما بالطائرات الصغيرة لا تحس بهذا التربلنس اللي يصير زين فيبين تأثيره، فلذلك الاستقرارية بالطائرات الأعلى تكون أكبر. For the gust envelope should therefore be drawn to represent different condition of the aircraft loading. الجست ظروف مختلفة للأيركرافت لتحميل الطائرة يعني أحمالها كذلك زين. The typical value of U1 وU2 وU3 يعني هسه القيم المثالية للسرعة العواصف انتبه U1 U2 3 U3 هي سرعة عواصف هي 20 متر على الثانية 15 متر على الثانية و7 متر على الثانية can be seen from the gust envelope that the maximum gust load factor occurs at the cruising speed VC. فأعلى جست لود فاكتر ماكسيموم لود فاكتر ايش وقت حيصير عندي عند النقطة VC يعني معامل حمل للعاصفة جست لود فاكتر لها حيكون عندي عند السرعة VC بالنقطة C فتكون لي قيمة ال جست لود فاكتر الان دلتا ان مالته حتكون قيمته اعلى ما يمكن اوكي، وعندما تكون شنو السرعه مالتي كروزنج سبيد في سي. يقول if the value of n exceeded that for the corresponding flight envelope case that in n1 then the cast can be will be the most critical in the cruise. قيمه مال n عن هاي القيمه فحتصير عندي قيمة حالة حتكون حالة الكريتيكال الحرجة للطيران. نشوف أنا هذا اللي عندي زين طلاب.
يعني من تتجاوز قيمة الان هاي القيمة الموجودة بالبي سي حتكون حالة الكريتيكال اللي عندي. زين نا بعد ما راسم الدنيا يعني ما بيها مهام يعني ذات كل عالية يعني ما بيها منوفرز عالي for which in which يعني الان وان هنا 2.5 والدبليو متوازنها القد والسي ال على دي سي ال على دي الفا هذا قيمة الزاوية والاف قلنا هذا معامل التخفيف اللي اخذناه aviation factor اللي هو قيمة الاف على متحول نوع الجست لود ماتي من الجريدد الى الشارب ايج فنعطي 0.715 فالان حتطلع هذه قيمتها. زين فهذه القيم اللي عدي بالاخير بانه انا قيمة الفي سي لازم تكون اقل من 108 متر على ثانية. فيقول for the civil aircraft this type having a cruising speed in excess of 108 متر على الثانية. The gust case in the most critical this would in fact apply to most modern civil airplane. يعني ممكن نطبق على كافة الطائرات الفعلية الموجودة. فعدي هذه قيمة الفي سي المقابلة الجست اللي تكون حالة الكريتيكال اللي هي قيمة اليو اللي بيها. فطلاب لهنا نكون قلنا بأنه أخير شيء بأن الطائرات المدنية اللي تزيد سرعتها عن 108 متر على الثانية فإن العاصفة اللي عدل حتكون عندي تكون أكثر أهمية وهذا ينطبق على الجميع يعني إدخال تأثير العاصفة تكون عندي باي النقطة. فهذا اللي طلاب نتوصل به لهنا نهاية هذا الفصل وهذا الكيست انفلوب وعرفنا الحدود ما تقريبا وعرفنا تأثيراته وعرفنا أنواع. فمثل ما عرفت بالكيست انفلوب عندنا قيم لليو والفيليو هي سرعة العاصفة وتأثير يلا أقدر أشتغل عليه لأن هنا حشتغل على أساس أخلي معامل لود فاكتور العاصفة وليست سرعة الفلايت سبيد يعني بال الفلايت انفلوب كان ما عندي تأثير سرعة العاصفة كنت أشتغل ويا ب فقط ويا ال V فأخلي المعامل فاكتور بأنه ما عندي سرعة عاصفة بس من دخل سرعة العاصفة هنا الشبيهة الجست سبيد يعني الجست فيلوسيتي والفلايت فيلوسيتي فاثنيناتهم الدخلة وعدي هذول اثنين هم بالأخير حيولدوا لي N جديدة اللي تطلع لي نتيجة وجود هاي الجست حسب قوتها. فعذرا يعني أخاف طولت عليكم بالمحاضرة اليوم وبنفس الوقت يعني اللي أتمنى بأنه معلومات يعني تستفيدون منها هو هذا الشيء الأهم. زين واضح المختار تسمعني ألو المختار موجود مصطفى كمال تسمعني موجود جيد وضحت الفكرة إن شاء الله فيما يخص الجست انفلوب والحالات اللي صارت عندي الجست لود والشكل مات البروفايل الثلاثة اللي أخذهم
وعرفنا بأنه نحول من الجريدد إلى الشارب إيجد ونضربها في فاكتر إن شاء الله. يعني لو كان بدي يعني نعطيكم تفاصيل أكثر. عموما حسن هاني واضح؟ حسن نعم واضح. حسن جيد جيد جي. نعم سلام ماشي. مصطفى بهاء واضح إن شاء الله؟ واضح دكتور واضح. المهم اللي هسه احنا بعد منو عندي مصطفى أسامة ان شاء الله واضح. مصطفى واضح دكتور عاشت ايدك. منتصر واضح دكتور عاشت ايدك. واضح. عموما ما عندي اي سؤال. جاي إذا ما عد